يا مساء الورد والفل والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان، واهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من الكوره مع سيب. انطلقت كاس الامم الافريقيه، الكل على اعصابه. مباراه مصر ونيجيريا خلاص على الابواب، مين اللي هيلعب في نص الملعب، مين الجناح الشمال، مين المهاجم، كلام كتير في الكوره هنفضل نتكلم فيه لحد بدايه المباراه. لكن قبل اي كلام في الكوره لازم افكرك ان احنا دايما هنكون وش السعد عليك، بالذات انه سيب هو الراعي الرسمي للمنتخب المصري. حساب الذهب لسه مكمل معانا على 11.66، بنبعت جملة الذهب مع سيب. 5 بيكسبوا كل شهرين 2 جنيه ذهب، واللي حظه بومب بيخش على السحب الخاص في شهر 10 الجاي على المليون جنيه. وبالتالي ابعت فورا جملة الذهب مع سيب على 11.66، ويلا بينا نبدأ كلام في الكورة عن مباراة مصر ونيجيريا، التشكيل المتوقع وكل الأحداث اللي كانت مصاحبة للمنتخب في آخر يومين. يلا بينا نبتدي. موقع ومباراة كانت تحتاج لوجود الأستاذ معانا في استوديو النهاردة، علشان كده أستاذنا حسن المستكاوي هو ضيفنا في حلقة النهاردة من الكورة مع سيب. مساء الفل يا فندم. مساء النور. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. بعد سنين طويلة بيفضل الشد عندك هو في مباريات مصر في كأس الأمم، ولا مع الوقت الدنيا؟ في أي وقت حتى لو ودي. ألا؟ معقول؟ بص يعني إلا منتخب مصر. بجد يعني. بس بيقولوا الشغف في الكورة بيقل شوية كل ما بتعدي على حاجات كتير. لا 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 لا، الشغف مش بيقل. ويعني دايما قاعدين على اعصابنا احنا الناس الوحيدين اللي بنقعد قبل كل مباراه، يا رب يا ساتر ان شاء الله يا مسهل الحال يا مسهل. طيب بما انه اتكلمنا في التاريخ الاول في ماتش مصر ونيجيريا، ابعاد تاريخيه ما اعرفش هل ليها قيمه دلوقتي او لا، هم كسبونا كم مره واحنا كسبناهم كم مره، والافضليه اللي في الستينات والسبعينات والحاجات اللي شبه دي. بص لما يقول لك مثلا ان احنا منتخب نيجيريا ما قدرش يكسب منتخب مصر من سنه في مباراه رسميه من سنة 90 في كأس الأمم في الجزائر، طب إيه يعني؟ لما تقول لي إن نيجيريا أخذت البطولة أو مصر أخذت البطولة 7 مرات، منهم مرتين 57 و59، يعني من زمان قوي، ده بالنسبة لي أنا ملوش قيمة. دايما البرامج والمحللين والناس والكتاب والنقاد والوكالات بيهتموا قوي بالأرقام. أنا بحترم الأرقام جدا، بس الأرقام أرقام، تاريخ خلاص. لكن دلوقتي نيجيريا شكلها ايه ومنتخب مصر شكله ايه، هو ده اللي يهمني يعني. طيب نخش واحده واحده. الاول الحضري ابو جبل، الف مليون سلام عليهم. مروان داود حظه من السماء وهو يستاهل ان الفرصه اللي جات له. تاثر شويه على المنتخب ولا عادي؟ حد كورونا، حد الضم، كل ده كان متوقع وكان وارد ان هو يحصل. لا ما ياثرش بجد يعني، ولا يجب ان هو ياثر يعني. ده منتخب مصر، لازم تكون عندك قائمه، وقائمه دايرتها واسعه شويه وناس كويسة علشان تقدر تختار منهم أي بديل يعني في أي طيب. وقت. حاجة تانية، جمهور الكاميرون كان موجود حوالين المنتخب عشان خاطر محمد صلاح، كله عايز يتصور، كله عايز يشوف محمد صلاح وما إلى ذلك. موضوع البوديجارد أخباره معاك إيه في الكاميرون؟ يمشي ولا ما يمشيش؟ ممكن يكون موجود بس من بعيد يعني. لكن يخلي باله يعني. لكن هم طبعا مشهور جدا افريقيا وواحد من احسن 3 في العالم. صحيح. في رايي انا هو احسن لعيب في العالم الان. طب بما انك جبت سيرتها بقى، ميسي، ليفاندوفسكي، صلاح، بعد شويه هيجي الاعلان. انت ترى انه صلاح يستحق ان يكون احسن لعيب في العالم من جايزه نوبل؟ وجهه نظري انت عارفها، الابداع. بص انا عارف ان الناس هتقول لي يا عم الكلام اللي بتقوله ده، ليفاندوفسكي بيسجل 50 50 55 جون في الموسم، بيسجل كل شويه اهداف، بس 3/4 اهدافه تك جون يعني. القيمه بتاعته. طب ميسي كوبا امريكا، ميسي كوبا امريكا، برشلونه. لا لا ميسي كوبا امريكا طبعا، حاجه ميسي ساحر يعني. انما انا بقول صلاح اكثر ابداعا مش من ميسي، من ليفاندوفسكي. انا بختار المبدع. وله افضليه على ميسي السنه دي؟ يعني للاسف لا، عشان حاجه واحده بس، ما خدش بطوله. وانا ما بقولش الابداع بس رقم واحد عندي في التقييم المبدع، اللي يبسطني، اللي يمتعني، اللي كل هدف بيسجله تقول يا ابني الايه الحلاوه دي. لكن ليفاندوفسكي مثلا بيسجل اهلا. طيب شلنا ليفاندوفسكي بره، صلاح وميسي. لا لا ميسي طبعا عشان كوبا امريكا. ميسي عشان كوبا امريكا. دي وجهه نظري يعني. طيب
يا رب اكون غلطان. لا ماشي، ده موضوع تاني. الحاجه الثالثه قبل ما اخش في كلام الكوره عن كيروش، يقال انه قال للعيبه هدفنا الفوز بالبطوله، كنت برفع الضغط من عليكم في تصريحاتي القديمه، احنا جايين علشان نكسب البطوله وما عندناش اي حاجه ثانيه. متوقع ومنتظر وتحب التصريحات اللي من النوع ده في الوقت ده؟ اولا ده بردا على مدرب نيجيريا اللي هو يعني قال ان احنا هنكسب وهنكسر وهنضرب كلام اللي هو يعني بيتقال دايما من المدربين. طبيعي انك انت تبقى حقيقي وصادق في اللي انت بتقوله ده للعيبة، ولازم هم يصدقوك. يعني لو انت بتقول انشا مش هيصدقوك هتبقى دي مشكلة كبيرة. لازم المدرب طريقته في الاقناع والكلام تبقى ايه يعني صادقة جدا، احنا جايين ناخد البطولة كلام بجد عشان ده يوصل لكل اللعيب. لو انت بتقول اوانطة وبتقول داخلين رايحين ناخد البطولة وهم حسوا ان دي كلام بطق حنك، دي مسألة خطيرة يعني. طيب في حزبتين عند كيروش، انه هتحسب نيجيريا ازاي؟ هل هي منتخب قوي يناطح الباقي الكبار الموجودين فهتعمل حساب الكلام ده، ولا هتحسبه انه اقل الخمسة في التصنيف لو بنحسبها كده يعني بغياب أوسمن ودينيس بقى اضعف اكتر، وبالتالي لازم تعامله معاملة ان انت اعلى منه بكتير في اول ماتش في المجموعة؟ لازم تبقى انت عندك هذا الاحساس وموجود جواك وجوا كل لعيب، والمدرب بتاعك عنده هذا الاحساس ايضا، انت افضل. واذا ما كانش عندك كفريق وكجهاز فني الشعور بانك انت الافضل وانك انت منتخب مصر وانك انت كرتك عريقة وانك انت كان عندك بعض اوجه القصور في كاس العرب، فالمفروض في الفترة اللي فاتت دي تكون حلتها شوية اذا كنت لحقت يعني بالوقت، لازم يبقى ده عم موجود جواك جوا كل لعيب. على فكرة ده اللي بيفرق، والمباراة دي اهميتها مش انك انت تاخد صدارة المجموعة وتهرب من الجزائر في الدور الثاني، لا، الاهم انك تعمل زي ما عملت في 2008 تكسب فرقه اول ماتش كبير كاميرون 4-2، تاخد قوه دفع وثقه كبيره جدا تلعب الكره بتاعتك في باقي المباريات. طب حلو ده المفتاح. طالما جينا للقصه دي، الاجيال دي طبعا المقارنه هتبقى ظلمه من 6-8-10 واي جيل بعديه يعني، لكن الدفعه النفسيه اللي كانت بتكون موجوده عند الجيل ده، تلعب نيجيريا، تلعب الكاميرون، تلعب كوت ديفوار، تشعر ان انت عندك ثقه غريبه وفريده من نوعها. هل هنا كان السر عند حسن شحاته شخصيا كدفعه نفسيه بعيدا عن الفنيات، ولا المساله انه شخصيات اللعيبه دي وقوتها مع الاهلي اللي كان جزء كبير منها في وقتها يعني كانت هي المعيار الاول؟ بمعنى يعني انه في الحاجات اللي زي دي اللعيبه وشخصياتها اللي بتفرض الكلمه في الملعب، ولا ده بيكون نابع من شخصيه المدرب؟ لا مجموعه عوامل. اول عامل انت خدت 2006 بركلات الجزاء الترجيحيه وسط 100,000 في استاد القاهره، انت فاهم يعني ايه؟ معلش، ما البرازيل خدت كاس العالم بركلات الجزاء برضه 94، تمام؟ نمرة 2 انك ذهبت الى غانا وانت غير مطالب من جمهور ومن نقاد ومن اعلام انك تاخد اللقب، ما فيش الضغط بتاع هات البطولة، انت مصر هات البطولة، لا، لانك لسه واخد بطولة، ودي الحقيقة، اقسم بالله دي الحقيقة، ما فيش ضغط عليك كلاعيبة مصر وكمنتخب وكجهاز فني انك مطالب. وانا كتبت ويشهد على يعني تشهد كتابتي على كده، انا قلت لكابتن حسن شحاته كتابه يعني لو وصلت سيمي فاينل انت عملت انجاز عظيم في غانا، لقيته بياخد البطوله بيلعب كره عمرنا ما كنا نحلم بيها. يعني بتتكلم انه الضغط دلوقتي اعلى من 2008. طبعا ده دلوقتي اللعيبه والمدرب عليهم ضغط، وخصوصا بعد تجربه كاس العرب كمان يعني، او بعد بطوله كاس العرب المركز الرابع ده. لا، وانا بقول لك اهو، اي تعثر هيعمل مشكله ضغط كبيره جدا ونقد كبير جدا على المنتخب في هذه البطوله. طيب بعد شويه نخش في الغميق، هو مين الثالث في نص الملعب؟ هو مين المهاجم؟ هنبدا ازاي؟ خليكم معانا بعد شويه ونشوف راي الاستاذ حسن المستكاوي في التشكيل المتوقع للمنتخب المصري. نص ملعب المنتخب المصري كلمة سر ناقصها ضلع تالت في خناقات عليه، هل هترجع تريزيجيه هنا؟ هل عبد الله؟ هل زيزو؟ مين هيلعب في الجزء في الحتة دي وفي المكان ده؟ مين هيروح ناحية الشمال وهيكون الجناح الأساسي؟ مين المهاجم الأساسي لمنتخب مصر؟ أعتقد بقية التشكيل مفيش خلاف عليه قوي يعني. لا التشكيل كله معروف يعني. طب مع بعضنا ما عدا راس الحربة يعني. شناوي وفتوح والونش وحجازي وأكرم. كويس. سيبك من النص، اطلع على الدعم الاول، محمد صلاح، مرموش،
في جزئيه واحده بس مرموش مش رمضان. لا مرموش شريف ولا مصطفى قدام نيجيريا مين؟ مصطفى ولا شريف؟ انا بقترح شريف. ليه؟ لان النيجيريين هيعملوا مساحات، فدي فرصه شريف في انه يجري في المساحات. لو انت بقى تركيزك كله كمدرب انك تعمل كرات عرضيه كتير من الجناحين، من الاجنحه اللي بقى اربع اجنحه لازم يبقى اربع اجنحه، الظاهرين والوينجين. معنى كده الوينجين اللي جوه والظاهرين على الطرف، الظاهرين يعني. معنى كده يمكن مصطفى، لكن انا بقول غالبا شريف. نص الملعب بقى، نص الملعب ده المعضله، يعينك ربنا عليه. نمره واحد انا هحط حمدي فتحي. ماشي خلاص، هدور بقى بعد كده مين. نمره اتنين هحط زيزو. بزيزو ايوه. لو تريزيجي فت بكررها كتير، تريزيجي كويس 100%. تريزيجي يبقى تريزيجي حمدي فتحي زيزو. طب فين النني؟ طب ليه الثلاثه دول؟ انا بختار ليه الثلاثه دول؟ الثلاثه دول لمباراه نيجيريا ولا بشكل عام؟ لا لا لا، مباراه نيجيريا انا بتكلم. ليش؟ على اول مباراه. ليه دول في مباراه نيجيريا؟ لازم تكسب، لازم تهاجم. لا انت عايز تبقى بطل وعايز تكمل المشوار، لازم تكسب منتخب نيجيريا. ليه؟ زيزو بيدافع وطرف مهاجم مهم جدا من الناحيه اليمين، لان صلاح هيضم لجوه ومرموش هيضم لجوه مع فتوح لما يطلع على الخط، واكرم هيقرب لنص الملعب، مش لان زيزو هو اللي هيكمل على الخط. انت واخد بالك من الفرق؟ مفهوم. النمره الثانيه او ممكن كمان فتوح يعني لغايه نص الملعب او ثلاث ثلث الاخراني مش هيخش فيه لان مرموش هيبقى فاتح، انما صلاح غالبا هيدخل جوه لما يضم لما يطلع عليه زيزو. مهم جدا ان نص الملعب بتاعك يبقى فيه حمدي اللي هو مدافع كويس قوي ومهاجم ايضا، وتريزيجيه مهاجم ايضا، وكان بيعمل واجب دفاعي مهم جدا قدام في 2017. كان بيعمل 90 متر ولا 80 متر رايح جاي. هنا دور تريزيجيه، انني تسليم وتسلم وباسنج وكذا مفيش خلاف عليه. عبد الله لعيب مهم جدا في بعض المباريات اللي هيبقى ينقل بسرعه منتخب مصر من موقف الدفاع الى موقف هجوم بتمريره ساحره. انما الماتش ده بالتحديد عايز لعيبه هتدافع بشراسه وهتهاجم ايضا بشراسه، وتهاجم اولا بما ان انت لازم تكسب، تهاجم اولا وتدافع ثانيا بشراسه بنفس الشراسه يعني. هل احنا عندنا ده مش هيكون عند عبد الله السعيد؟ مفهوم. هل احنا عندنا دكه بدلاء قويه في منتخب مصر، ولا حاسس ان احنا مقارنه بالتقال قوي لا دكه البدلاء عندنا مش اقوى حاجه؟ لا مش قويه مقارنه بالتشكيل الاساسي. انت لو بصيت للفرق الثانيه القوائم كلها، يعني انا عايز اقول لك الجزائر لا فرقتين تونس ممكن فرقه ونص، المغرب ممكن تبقى فرقتين. طبعا انا اقصد فرقتين يعني الدكه قويه جدا، لكن تجربه الجزائر حتى في 2019 الراجل نزل بفرقه كامله جدا في ماتش، راح معادهم تاني وكسب طبعا ثلاثه، وبعدين معادهم تاني ولعب بالفرقه الاساسيه. بعد شويه هنتكلم في موضوع مهم جدا، المنتخب الجزائري من تاني مجموعته في كاس العرب قدر يحقق البطوله. لا قدر الله ماذا لو تعادلنا او ما كسبناش المنتخب النيجيري وخدنا المركز التاني في المجموعه، هل مصر عندها القدره في الطريق التاني انها تقابل منتخبات زي الجزائر او كوت ديفوار او الكاميرون وتقدر توصل للجزائر عملته في كاس العرب؟ بعد شويه نتكلم في القصه دي. لو ما كسبناش نيجيريا لو كان المشهد الاول غير جيد، اولا ده هل هيولد انطباع عند كيروش انه في حاجه لازم تتغير، ولا الراجل قناعاته هتفضل ثابته زي ما هي في الماتشين الجايين؟ والسؤال الثاني، طريقك لو بقى صعب هل عندك ثقه في ان المنتخب ده يقدر يواجه منتخبات صعبه في الادوار اللي هي ال 16 وال 8 ويوصل للنهائي؟ اولا انت بتلعب بتشكيل اساسي، ولازم يبقى في ذهنك كمدرب ان التشكيل الاساسي ده تسعه وممكن تلعب باثنين حسب الظروف المباراه والادوار المهمه. ما تقوليش بقى هنقعد نجرب، ما ينفعش. مفهوم خلاص. لو ما كسبناش طبعا هتبقى مشكله، لانك انت هتلعب مع الجزائر، والجزائر داخله البطوله دي انا متابع منتخب الجزائر كويس جدا وبشوفه بقى تصريحات بالماضي وهكذا. لا فريق شرس، فريق قوي، احنا كسبناه بكارت اصفر، ده مش محسوب الكارت الاصفر ده.
يعني ما يتحسبش مكسب، ما يتحسبش. لكن احنا رغم التفخيم ورغم ان عدينا وبقينا اول، لا التفخيم ده غلط غلط غلط. ما يعني ما نقعدش نقول حاجات ونصدقها وبعدين نفاجئ ان ده مش حقيقي. خلينا في المهم، انا نظرتي لمباراتنا مع الجزائر في كاس العرب، ما حدش يقول لي اصل هم كانوا بالاحتياطي، لا مش بالاحتياطي، منهم خمسه ممكن يكونوا الفريق الاول. سيبك، احنا كنا دخلنا اختبار صلابه ونجحنا فيه، ما عملناش فرص كتيره وتهديد حقيقي، انما اختبار الصلابه ده هم كمان، هم كمان الجزائريين ما قدروش يعملوا هجمات وفرص ويتعبونا. لا، يبقى انا اختبار الصلابه ده بوزيتيف، نجح فيه منتخب مصر ايجابي. ايوه طبعا، ما في في يعني لما تلعب مثلا مع ليبيريا ومش عارف توصل، أو تلعب مع انجولا مع الجابون مش عارف تصنع فرص وبتلعب عليك كمان، دي تبقى مشكله. لكن بتلعب مع الجزائر وحرمت الجزائر من فرص وقدرت كمان انك تصنع لو فرص قليله جدا، لكن كنت صلب في تكوينك الجماعي، ده يعجبني في منتخب مصر. فانت عندك ثقه، يبقى ناقص طبعا، ناقص ان القوه الهجوميه لازم تبقى موجوده طالما انت بتفكر في البطوله. فعندك ثقه انه حتى لو ما خدناش اول نقدر نكمل، لان قدام الجزائر كنا جيدين نسبيا. يعني خلي بالك من حاجه بقى مهمه جدا، احنا عاملين حساب للجزائر، لو منتخب الجزائر عامل حساب لينا طبعا بدون نقاش، واي منتخب كاميرون كوت ديفوار مش عارف مين عامل حساب لمنتخب مصر، نحن مثل منتخب انجلترا في كاس الامم الاوروبيه، نحن فريق مرشح دائما لللقب. عندك ثقه ان احنا نكسب ماتش نيجيريا؟ لا مفيش حاجه اسمها ثقه يعني، لكن بقول 60-40 لينا نقدر، بس بشرط يبقى عندي كل لعيب ال 60-40 اللي انا بقولها زي كده. لا مش 60-40، 70-30، لا 90-10 على الاقل. مين اللعيب اللي عنده مفتاح المباراه؟ في اثنين بصراحه، ثلاثه. ماشي، تريزيجيه اذا لعب، حمدي فتحي وزيزو، فعلا الثلاثه دول هم مفتاح هذا اللقاء. رقم واحد تريزيجيه؟ ممكن رقم واحد تريزيجيه. نتمنى انه يكون فيت اولا ويقدر يساعد، لازم يكون فيت، يا مسهل الحياه. شكرا جزيلا يا استاذ حسن، نورتنا وشرفتنا. شكرا يا محمود. شكرا لكل مشاهدينا اللي كانوا موجودين معانا في حلقه النهارده. زي ما قلت في اول الحلقه، هيكون عندنا مسابقه في ختام الحلقه خاصه بتوقعات مباراه المنتخب المصري مع منتخب نيجيريا. هنتوقع في صفحه صيب على فيسبوك، واول خمسه هيتوقعوا بشكل صحيح عندهم تيشرتات خاصه من بنك صيب الراعي الرسمي للمنتخب المصري. عندنا تيشرتات خاصه بمنتخب مصر، كمان عندنا الكاب الخاص بالمنتخب المصري، وعندنا كمان شنطه خاصه بمنتخب مصر. كل الهدايا دي مقدمه من بنك صيب الراعي الرسمي لمنتخب مصر. يفضل دايما اللعيب لعيب مع بنك صيب، ودعواتكم بالفوز باذن الله.